إنه المستقبل بيكاب F-150. الجائزة الحقيقية والغالي هي رح نسفر حدا من أهلك ليجي يحضر المباراة النهائية ويساندك ويكون معك. دير بالك حلوة ممتاز. والفايز والمتأهل معنا للنهائيات جو إصرار جورج كسب بالنهاية وأعز الأصحاب رح يتواجهوا بالأخص. الموقف كتير صعب بس ها هي قوانين اللعبة. فايز واحد بطل واحد. كنا 14 واحد. فاكر؟ ذكر. فاكرين شباب أول فايت؟ ناصر. ناصر وعاد. ناصر سريع. أنا. يا بيك شو قلبه طيب الولد. كثير قلبه طيب. كثير. قلبان. أنا بحبه كثير أصلاً ناصر. أريد أن أكررها مرة أخرى. أنا هنا من أجلكم ومن أجلهم. أشكر كثيراً من دو بارو. أشكر كثيراً أمي وأبي. سعيد؟ تحفة. لولا إصابته بإيده هاي كان عمل كان كم معنا بتجيب السيمي فاينل. الواشد دلوقتي في السيمي فاينل. طوال كثير عالي. صحيح من ليه صارت فايت؟ أنا المعلم. المعلم. فايت مجزة. تذكر روحي. يا احمد يا احمد خسروا لك خليك البوزيشن طلع انا يا احمد اتفش خسروا لسه افهم واحمد قاعد افتح رجليك وحطه مع خسروا مضبوط حديد طلع حذيفه دقيقه حديد افتح رجليك وحطه مع خسروا باقي دقيقه افتح رجليك وحطه مع خسروا طلع اخر شيء مسخم لازم اسمع لازم نجيب قاموس قاموس عربي لغات قاموس بس حذيفه صحيح انه شرس بالكيج يعني شرس بس كثير قلبه طيب بس قلبه برا الكيج طيب حنون عادل عادل الوحيد ما بتعرف شو بو عادل لا عادل ده اول مره شفته فيها وين ما بتعرف شو بو عادل قلت ده سفاح اول يوم شفت فيه قلت ايه ده لقيت واحد بيسلم عليا بكل طريقه كده وحاطط لي الكف جنب وعامل لي ودنه كده زي البارسلين مكتوبين الواد الكف ده اللي كان فعليا فاكهه المجلس هشام مش طبيعي مجنون انت وش عندك يا برنس يا برنس عادل عادل معلم عادل حلالك يا عم عادل معاك حصانة مش هقدر اجي امتك بتاع الحصانة حصان سيف الطباخ سيف الطباخ اسمها كان بيقول عليها الاكله قلايت بندورة. ايه قلايت بندورة. والله عبالي يا شباب قلايت بندورة. طعمها كتير كان جامد. قلايت بندورة. صار له من اول ما بنيجي هون وبدي اعمل. والله ما اجى بده يعمل قلايت بندورة. قوم كل شوي حركها. ايه. ايوه اشتغلوا. ايش يا سلام. وري يا معلم. وري يا معلم انت بس حك الكرشك وري يا معلم.
فايت اللي ما تنسيش برضه فايت تبع سيف. انت قاضي سيف حلوه حلوه. ايوه سيف انت حلوه حلوه حلوه. يلا يلا تعال هيدي يا بطل. والله اسد محال استحمل اللي على رجله اللي ما استحملش حد. اذا انا بعرفه سيف انا بتدرب انا وياه يا زلمه. تنح والله يستحمل مستحمل تنح. يعني بتقول له شمال بقول لك يمين فيش عنده. يلا يا سيف سيف كمان ميشيل ابو النهفات ميشيل ملك الغوص وال انا اكثر واحد بغوص والله بسبوني السمكة الذهبية. انا ما قدرت جمع ولا طابة ما قدرت انزل لانه كل ما بنزل كان عم بحس حتى على كنت عم نفس من ديني. بس اوصل قبل ما اوصل لقلقة الطابة احس انه المي فات ويفوت المي بالماسك ارجع اطلع ارجع انزل ارجع اطلع. يعني نزلت وطلعت شي ثلاث مرات. سعد هذاك حل ما له سعد. لا لسه في حد قبلي تقريبا. لا 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 سعد سعد ما في. الكل على اليسار بليز الكل على اليسار بليز. الكل على اليسار بليز الكل على اليسار. خلص سعد يعني انه انا بنظر انه سعد بطلع بلعب فايت رواء اول فايت بيكون رواء وكذا كيف انه زلمه شو انه عنده اصابه يعني منه ما ارفع ايدك شمال طلعت انا منصاب يا معلم ربح انا منصاب للفايت ولا شوقي الشوق الثامن لعبها صح مع الشيخ هيش 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 اغز نعمل فايت مع اي واحد ما عنديش حد معين ما عنديش ما نجمش نختار عبد و ما نجمش ما تو ما تو ما نجمش نقرر تجربة ايش بيك ماتش ده كتير اتصبت فيه اتصبت اصابات الشيخ طلع من هنا ده اكلت هيك اكلت يا بني اكلت منيو جنبي جنبي يا اخوان جنبي مش عارف مش عارف اتكلم مش مشكله دي بس يا عم حاج دي عشان فكي وجعني او كتير يعني نو بروبلم باب بروبلم لعبت بعدي انا مصطفى اتصل بيك من اول كده اتصل بيك انا ثابت ثابت كيف حالك انا نزل انا جاي اخذك تيك داون حضر حالك يلا سلام ماشي تنساش تيك داون ونزل نزل براسه من هيك ثابت من بدي على الثالثه يلا من بدي على الثالثه defend الجمل طارق الجمل النكنيم نكنيم تبعك الجمل خلص وانت بس بس يقولوا طارق الجمل عملهم انا مباراة جورج وحذيفة روحي طلعت وانا بصرخ هذاك فليش انا اخر 30 ثانيه ما عدش في احكي فصرت اطبع الكيج واقف هيك بس زي قلت له شفت واقف جنبي صرخ معي ضربته كف على ظهره جورج ومنيتوا نعمل غرفه مع بعض نعمل غرفه مع بعض جورج نعمل غرفه مع بعض يسعد راسك يا زلمه تو شتو يا زلمه تو تو جورج ايوه جورج ولك 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 نتحمم مع بعضينا على الحليب ايوه جورج هلا هلا فظل ساكت اسمع ما ردش ما جاوبني ولا شيء ظل ساكت خلصت مباراتك وشي جيت قعدت بالغرفة اجي علي قول لي يا دراري طاح عم ناكل مامان نم مامان جعك بيه شفت عني ضربني كف قال لي هذا الكف ضربتني هناك and we've done a lot of catering already for for racing, for tennis tournament, and we thought it was a very good follow-up to continue with such sport competition.
All clients are now very much focused on diet and making sure that the product they are using are of good quality. In the UAE, there is a growing industry of organic food, whether you are talking about vegetables or as well lamb. So we take this into the process. So when we took the initiative to provide Emirati feast to the fighters, we thought it was a very good way to introduce the Emirati food and the culture of the UAE in to people which maybe not be exposed and which do not know the traditional dishes of the UAE. أحمد أعطيني رأيك بالأكل أنت بهمني رأيك أهم واحد. لا أنا بعرف إذا الأكل مش منيح دغري بتتضايق. أحمد أنا بتتضايق. زهقان عنك مادتك كثير حساسة. صحيح. لا والله أكل كثير طيب. صحتان. أنت القطة بس تروح على بتسافر على بلدك رح تموت. رح تكتب لك قصيدة رثاء. لا وجه حداية. طلع وين إجا عن جد؟ وجه حداية عارف. عارف طارق حنين. رح يكتب لك سوف أحبك سوف أحبك إلى أن تذبل آخر وردة وبعطيك بوكيه ورد وبحط جوا الورد وردة صناعية عشان ما تذبلش. هذا البس. شو رايح لك؟ عندك بحرية يا ريس سمر شرقية يا ريس عندك بحرية يا ريس سمر شرقية يا ريس والبحر كويس يا ريس وصلنا حبيبي يا ريس العمسة يا باشا اليوم كانت مفاجأة كثير حلوة انبسطت فيها يعني اجا صاحبي من الأردن اللي هو حمزة بثابت أخوي كمان هو اجي يحضر المباراة الفاينل من فترة طويلة هيك مش شايفه وتدريب وهاد ويغيب عنك خصوصا لما تعرف انه وصل نهائي فأنت بتحس أنه أنت اللي حققت هذا الإشي أنه كيف ساعدته في التمرين كنت تطلع الصبح تركض معاه تحضر مباريات مع بعض ترشدوا بعض تحكوا مع بعض فأنه لما يوصل لهاي المباراة بتحس أنه إنجاز لإلك Go, 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 three. Come on, eight, 5 seconds, Sabah. Come on, come on, come on, come on. Time. What's great is when you look at these fighters and you think about Ford trucks, there are a lot of similarities. I mean, the first thing you notice, of course, when you look at the fighters is how muscular they are. They spend a lot of time working and training and preparing. And of course, when you look at an F-150, you see the same thing. You see a truck that is tough, it's got haunches, it has an aggressive stance, it looks powerful, and it looks ready to go. But there's some other really important characteristics that I think are the same as well. When you watch these fighters train and when you watch them fight, it's amazing the combination of agility, speed, quickness, and raw power that they have to demonstrate. And again, with Ford trucks, you have similar characteristics. They have raw power, but they have to be quick. They have to be ready for any situation. They have to be ready to respond to what the driver wants in any kind of situation, just like these fighters do in the ring. اليوم اجينا على مركز النور للتدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بيعتنوا بالأطفال وبنموهم يعملوا أعمال يدوية ويعلموهم شغلات كثير منيحة فتنا على المنجرة شفنا كيف الأطفال بيعملوا الأعمال اليدوية بإيديهم وعلمونا كيف نقص بالمنشار فأنا رسمت جمل وعملت جمل ولونته للجمل وبعدين انتقلنا على التلوين ورحنا وصل وتعلمنا كيف نحط مي وملح وتلزيق ونقعد نلون معهم
وطلعت ولقيت انه شو ما كان ظروف الانسان في يعمل قصص كتير وينتج ويتطور لقدام، واشترينا من هول القصص اللي عاملينهم. كتجربة كانت كثير منيحة، انبسطنا فيها وتعلمنا خبرات جديدة. يعني الواحد بحس مع الأطفال، يعني بحس بالنعمة اللي الله معطيها. الحمد لله على كل شيء. Thank you very much Chantal. يلا bye bye. احنا هسه بآخر حلقة بالتصفيات بالفاينل. يعني الحمد لله رب العالمين وصلت لهي المرحلة أنا وجورج بعد تعب كثير، يعني مشقة كبيرة كانت. هلا احنا تدريبنا مع الكوتشي صار اكثر واكثر لانه كل ما هالمرحلة تزداد اهمية. اليوم كان اخر تمرين، اخر وزن، لاخر مباراة. بما انه صرت فينال هيدا اجمل شعور لي بين 14 واحد. هيدي شغله كنت يعني عم بطمح لاجله. كان اول نهار تمرين لي شوي صعب لانه كنت طالع بعد من فايت وعندي اصابات وهيك. كان تمرين بوكسينج مع جوجيتسو. I want to say something for my 14 fighters. Guys, like, you are all winners. I don't care if you lose in the first round or you are in the final two guys now, like George and Tabet. If you are here, it's because you are good. So you are, all of you, you are winners. Keep running behind your dreams. Keeping living your life. Thanks. That's my only word. Thanks to teach me a lot. Tabet and George, like, our job with you, it's over. We will not be here with you in the final, because now is your time that you have to fly with your own wings. كوتشي يعني حكون انه ما رح يكون معنا على الفاينل، فكنا حابين نعمل اخر غدا مع بعض وقعدنا مع بعض. كانت قاعدة الكوتشز يعني كثير رائعة وأكثر من رائعة. يعني قضينا وقت شهرين كل يوم مع بعض، يعني تقريبا أنه هن بالنسبة لهم أنه صرنا مش بس نحن، أنه هن الكوتشي صرنا مثل إخواتهم أو مثل أولاد لهم. يعني بالنتيجة الكوتش 54 سنة عمره، يعني مثل ابنه أنا. I want to say for you guys only one thing. Never stop to run behind your dreams. Like, if you want to be one MMA fighter or one architect or one engineer, não faz isso que tu me quebra. Okay. You know, like, it's bad, but it's good. We are human. Sometimes we make our mistakes, but was always like trying to do our best. يعني دمعنا فيها، بكينا فيها، لأنه أشخاص أنت عايش معهم شهرين مش من الصعب، وطبعاً شهرين وما شفت منهم أي إشي يزعجك. And Ulysses, he's right, responsible. For all his family, like he has his brother, his children, his wife, everything.
behind his win. So صاروا يبقوا انه اول شيء مفرقينا رايحين، ثاني شيء انه خبرونا هن شو كل واحد شو عنده بحياته وشو قطع بحياته. انا هيدي شغله بتاثر فيهم كثير يعني، وبكيوا يعني وبنحكيهم يعني نحن كمان تاثرنا يعني، ويعني انا عم بسمع حكيهم ويعني ما في شيء عم يطلع من راسي، كله عم بيتأيد بالراسي يعني. بتمنى لهم كل التوفيق ويوصلوا بالسلامه، واكيد زعلان لانه منن معنا على الفينال لانه ما حيشوفوا الفينال تبعنا. My message for you, your life can change like this and we can't explain that, only God. Thank you for everything. Thank you. He is this nice guy, continue like this, you're amazing guy. Okay. Now I can kiss you. Thank you, my friend. Thank you too much, you are a big example for me. Okay. Believe, okay? بالنسبة للفايت يعني أنا ما فيي أحكم، ما فيي أقرر يعني من راسي يعني. بالنتيجة طالع ألعب مع إنسان كتير بعزه وكتير بحترمه، ولو يمكن ما اضطررنا اضطر علينا نلعب فايت ما بلعبه للفايت، لأنه الشخص اللي حطالع ألعب معه فايت وقف حد يعني أنا بعطيه فوق المية فوق يعني 1000% وقف حده بثلاث الفايتات اللي لعبهم من قبل. بالنسبة للفايت يعني بتمنى من ربي انه يوفقني والعب لعب منيح واعطي كل اللي عندي بالفاينل، لانه هذا اخر فايت ولازم يعني يكون الفايت كثير منيح عشان يعطي انطباع عني انا. فان شاء الله اني اعمل كل جهدي عشان افوز الفاينل، وبالتوفيق لي ولاخوي جورج، بس الاحزن بفوز على الكيج. اللحظة اللي الكل عم بستناها واللي جورج وثابت عم بتحضروا لها طوال هاي الفترة. مين رح يكون عنده القوة المهارة وروح الإصرار ليحقق للانتصار الكبير؟ إجا وقت يوضعوا صداقتهم على جنب ويدخلوا بآخر مواجهة بقلب قفص المعركة. إجت اللحظة اللي رح نعرف فيها مين هو البطل.
اليوم آخر مواجهة برحلتكم. واحد منكم رح يتوج بلقب البطل. على الطرف الأزرق رح يكون في جورج، وعلى الطرف الأحمر رح يكون في ثابت. كل التوفيق. Guys, you know the rules. This is the last game. Enjoy. Please stop when I tell you to stop. Okay? Listen to my commands all the time. Okay? Touch gloves. Best of luck. Your corners. Judges ready. Fighters ready. Fight! Stop the fight at this. Yeah. Okay. Don't. You fight at this. Stop. Okay. Please don't stop. Warning this side. Okay. Don't stop. Touch gloves. Okay. Fight. Come on, 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 come on
15 seconds. كيف؟ ثاني؟ خلاص لا لا. Ready. Fight. العب نفس اللعب. ما ترفعش رجلك الا بكون واثق منك. حلو فايت اذا دايما فوق شوف اذا فوق ايوه حلو كنترول في شوف حد على ما يطلع ركز ركز اذا فوق ركز اذا فوق اشتغل لا لا اذا فوق اذا فوق اذا فوق اشتغل ايوه ماشي لف ماشي لف ماشي لف يا بيت ضيع حالك ها ها استخدم الكات استخدم الكات استخدم الكات استخدم الكات استخدم الكات يقوم استخدم الكات يقوم ايوه اسحب انت تحت مره واحده كمان انت تحت ما يطلعش عليك مره واحده شرط اسحبها الاجره مره واحده شرط استخدم الكات ايوه صح لا ما تديش بات 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 ايوه كويس ما فيهاش حاجه ما فيهاش حاجه ما فيهاش حاجه قدام حاجه بس كويس جون حلو جون حلو ما فيهاش حاجه ما فيهاش حاجه جون ايه كويس جورج كويس اسوأ قوم يا جورج قوم يا جورج لو تعرف استخدم رجلك كده تضربك على خصره رجلك على خصره قوم ايوه صح حلو مفيش حاجه رجلك على خصره قوم رجلك على خصره قوم رجع على خصره يا جورج انت كويس يا جورج يلا يا جورج فاتن في الكون كويس فاتن في الكون يا جورج فاتن في الكون اعمل حاجة جورج فاتن في الكون في الدولة دومينيت جورج مفيهاش حاجة ماشي خليك كده لغاية الجولة ما تنتهي امسك كويس جورج كويس امسك كويس يا جورج ما تخلوش يضربك في وشك ثابت واحد يوم تحت وواحد فوق ايوه هي دي والله بيبص كده يا عم مدرب
طب اي حاجه فاضل دقيقة 15 ثانية هانت يا جورج مفيش حاجة كل ده مفيش حاجة كويس جورج كويس ماشي قوم يا جورج قوم لو تعرف تعمل كل قوم يلا جورج يلا كويس عاش جورج مفيش حاجة احمي وشك من دراعاتك لا بتوقف ظهرك واضرب حط له القلب في دراعه القلب في دراعه ما تخلوش يطلعه القلب ما تخلوش يطلعه كويس جورج ما تخلوش يطلع دراعاتك امسك كويس خلاص الدقيقة 20 ثانية يا جورج 20 ثانية ادرك يلا يا جورج يلا يا جورج كرسيتك يا جورج منو يا صاحبي؟ اطلع اطلع وصي لا قرب اطلع مونطي سبميشن جراوند بون سالك لا 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 هاي ريدي فايت يلا جورج يلا جورج يلا جورج يلا جورج ايدك فوق يا جورج ايدك فوق يا Let's go.
ايوه صح صح كويس كويس خلي بالك من ايده خلي بالك خلاص دي اجر دي مالك يا جوز خلي بالك من ايده جوز افرد دراعاته خالص هاني دي اجر هاني دي 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 افرد عزاز دي Congratulate you both. You guys both gave a great fight. You guys give me hope that I believe I will find the true MMA fighter and an MMA champion from the Arab world. And you guys both fit the criteria. Congratulations to you both, Thabit. Congratulations for winning season one of Al Batal. Congratulations, brother. Well, you know, tonight's fight, I believe that George and Thabit were going to be the finalists from out of the 14 guys. Both of them really, you know, developed a lot from when they first started and when they first came onto the camp. أول شيء بعتذر لكل اللي حمسني ما أقدر أجيب لهم نمبر 1 بالبطل. مرسي لكل اللي دعمني، مرسي لكل اللي صلى لي، مرسي لكل اللي كان معي. لعبنا فايت كثير حلو اليوم أنا وثابت. مبروك لثابت لعب كثير منيح. الحمد لله رب العالمين شعور يعني لا يوصف طبعا كل هذا من فضل من ربنا ودعاوي امي ودعاوي اهلي وبالجهد الشاق اللي بذلته الحمد لله رب العالمين بهدي هذا الفوز طبعا لاهلي ابوي وامي واخواني واخوي براء وجوز خالتي وحمزه ولتيم تبعي ولاصحاب اخوي وللتيم تبعي ولطبعا لكل واحد دعالي بالغيب واتمنى لي اني افوز وان شاء الله راح تشوفوني اقوى واقوى ان شاء الله So there's a lot for Thabit, you know, it doesn't end here for him. You know, we're going to see a lot of Thabit in the MMA world, and I can predict that, you know, Thabit's going to be one of the first champions that comes out of this region. رحلة البطل انتهت بعد مشوار شاق وطويل. مواجهة اليوم كانت حادة وكان فيها البقاء للرجل الأقوى. وبالنهاية ما في غير فايز واحد بطل واحد تصبحوا على ألف